السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الاسبوع: الجرائم الاجتماعيه في العراق واختلال منظومه القيم. مشاهدينا، يعد المجتمع العراقي من المجتمعات المحافظه اللي تحتفظ بعادات وتقاليد وقيم واخلاقيات موروثه، وهي اللي اسست شخصيه الانسان العراقي عبر السنين اللي سبقت الاحتلال الامريكي في عام 2003. كما أنه أيضا مجتمع معروف عنه الالتزام الديني، لكن بعد الاحتلال دخلت مفاهيم جديدة شوهت الفكر المجتمعي وبدأت تؤسس لأجيال جديدة سلخت نفسها عما تربى عليه الآباء والأجداد بفضل من حكموا العراق بعد 2003 من أحزاب وحكومات أسست للفوضى وجذرت الفساد بكل تفاصيله في نفوس وعقول الإنسان العراقي، ونشرت شرها المتمثل بالميليشيات والمخدرات والدقات العشائرية والقانون الغائب اللي يظهر بكل قوته على الفقير ويتحول إلى عبد ذليل لدى الأحزاب تحركه مثل ما شاءت واتفقت. طبعا بشعة هي القصص اللي نسمعها بين فترة وأخرى عن جرائم اجتماعية يرتكبها أفراد داخل المجتمع العراقي. على سبيل المثال، قتل أم لأطفالها، أو قتل ابن لوالديه، أو بيع الأبناء، أو اغتصاب الأطفال، وما إلى ذلك من قصص مقززة أفرزتها طبيعة الحكم اللي أفقرت الناس وأدخلت عليهم المفاسد اللي دمرتهم، فطبعا ضيعت عقولهم وغيبتها وجعلت شياطينهم هي اللي تسيطر ونفوسهم الضعيفة هي اللي تغلب. مشاهدينا الكرام، اليوم نناقش وياكم تفاصيل الأسباب اللي أخلت بمنظومة القيم المجتمعية في العراق، وليش عندنا هذا الكم الكبير من الجرائم الاجتماعية رغم وجود أحزاب إسلامية تقول عن نفسها إسلامية تحكم البلد، وأكو مرجعية أيضا وأكو إعلام تابع لهذه الجهات الدينية، لكن مع هذا هناك انفلات تام، هناك فقدان للسيطرة على المجتمع، هناك ربما أيضا مؤامرة قد يصنفها البعض أو يفسرها البعض بأنها مؤامرة تستهدف المجتمع العراقي، تستهدف الأسرة العراقية، تسعى إلى تشتيت وتفتيت هذه الأسرة ونشر الأفكار السلبية اللي تؤدي إلى تشظي المجتمع وانجراره خلف هذه المفاسد الموجودة في البلد اللي غزتها بعد 2003 بفضل هذه الحكومات اللي موقفة رادع أمام الجهل المنتشر، أمام التخلف المنتشر، الفساد المنتشر، المافيات، القوانين الجديدة اللي وضعت بعد 2003، قوانين يعني تستخدمها الجهات كثيرة في العراق إن كانت سياسية وإن كانت اجتماعية، تسيرها وفق ما تريد ووفق ما ترغب. يعني مثلا القانون العشائري اللي كان معروف عنه قبل 2003 قوانين اجتماعية معروفة، عشيرة هي بلد صغير إذا صح هذا الوصف، هناك قوانين وهناك قيم وهناك أخلاقيات يطبقها شيخ العشيرة على الأفراد الموجودين، لكن اليوم شفنا أنه العشيرة في العراق بعد 2003 تحولت إلى أشبه بالميليشيا، عصابة، مع احترامنا طبعا للعشائر اللي لا تزال تحتفظ بقيمها وأخلاقياتها، تحولت إلى عصابات عندها سلاح وتفرض قوتها وسيطرتها بالقوة وتطبق هاي المفاهيم المتخلفة كالدقات العشائرية والفصول وغيرها اللي عفى عليها الزمن، لا تزال تطبق في العراق بشكل مستمر. يعني حقيقة قانون غائب وفقدان تام للسيطرة على هذا البلد أدى إلى شياع هذه الجرائم وإلى انتشارها بشكل كبير. احنا طبعا مثل ما عودناكم مشاهدينا ننزل إلى الشارع في كل حلقة ونلتقي بالناس ونسألهم عن رأيهم ونطرح عليهم التساؤلات اللي طرحناها في هذه الحلقة في المقدمة، وجئناكم ببعض الإجابات من مواطنين عراقيين عن رأيهم بالمشاكل الاجتماعية اللي تصير في العراق. خلونا نشوف ونرجع. واحدة من عناصر التنشئة الاجتماعية في المجتمع هي تبدأ من الأسرة، من حضن الأم الدافئ، من التربية الصحيحة، من المجتمع بشكل عام، للشارع، للمدرسة، لدور العبادة ولوسائل الإعلام، والوسائل الإعلام الآن هي العنصر الأساسي في عملية تغيير نمط السلوك ونمط الحياة بشكل عام. احنا نعرف هذا التدفق الهائل من المعلومات اللي حصل بالعراق بدون رقيب،
جعل العائلة العراقية غير مسيطرة على عملية التنشئة، ولذلك أصبح الطفل وأصبح النشئ هو ملك واحدة من النوافذ التربية الأخرى خارج سيطرة العائلة. لذلك الآن حوادث العنف، حوادث الكراهية أيضا، حوادث أيضا السلوك المنحرف بالمجتمع، تبدأ من المخدرات إلى زنا المحارم إلى عملية القتل، الابتزاز، القتل الغير مبرر، هذه كلها مشاكل مجتمعية طرأت على العراق من عام 2003 ولغاية الآن، لأنه غابت سلطة السيطرة من الأسرة على الطفل، ولذلك أصبح الطفل وأصبح الشاب وأصبح الصبي غير مسؤول عن تصرفاته من خلال مراجعه الاجتماعية والأخلاقية والمنظومة القيمية. لذلك الآن أصبحت هذه المشاكل فعلا مشاكل ملحة على يعني على أصحاب القرار، على المؤسسات الثقافية التربوية الإعلامية، مراجعة كل أدبياتها وكل ثقافاتها الآن المنشورة عبر وسائل الإعلام. لذلك أنا أعتقد يفترض الآن كل الجهات تنتبه قبل العقاب، يفترض أن تكون هناك الوقاية. عملية الوقاية هي عملية تأسيس مؤسسات رصينة لعملية ترسيخ مبادئ التربية الحقة المبنية على القيم والمنظومة القيمية والاجتماعية وكذلك الدينية، لأن نعرف إحنا المجتمع العراقي مجتمع رصين في قيمه وفي مبادئه وفي تربيته الأسرية. لذلك الآن أعتقد هذه المشكلة هي مشكلة عامة، ويفترض الآن كل الجهات المسؤولة تلتفت إلى هذا الوضع وتضع معالجات حية ومعالجات حقيقية وموضوعية لهذا الأمر الخطير أيضا الذي يمر به الشعب العراقي. أسباب الحوادث الأخيرة، أولا ضعف العائلة الأسرية، الأب بالوقت الحاضر ما يؤدي واجبه مثل ما كان سابقا، وهذا الخلل الرئيسي. رب العائلة هو اللي يقرر كل شيء. ثانيا ضعف الدولة باتخاذ القانون، إجراءات الدولة دائما إجراءات بسيطة وغير رادعة، وهذا الغير رادعة تساعد على انتشار هاي الفوضى. أما أسباب المخدرات وأسباب الشغلات اللي كل احنا نعرفها، هو البطالة الاجتماعية، يعني احنا عندنا بطالة غير طبيعية. أنا موظف متقاعد أخذ راتب كرم، في يوم ما كقصة يعني طلبوا جنود المكافحة جهاز الإرهاب، يوم واحد قدموا 8 ملايين شخص، رقم خيالي خلال يوم. هذا شيء يدلل على عظمة البطالة، يعني البطالة منتشرة بشكل غير طبيعي. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى بعض الآراء من مواطنين عراقيين. طبعا الأخ بالجزء الثاني من الحديث، الأخ الثاني اللي تكلم ذكر الجزئية المتعلقة بالفقر والبطالة اللي تتنامى بشكل مستمر في العراق في ظل فشل السياسات الحكومية بمعالجة الأزمات الاقتصادية. الفقر من الأسباب اللي تقود الإنسان إلى ربما إلى طريق خاطئ، خاصة في ظل مثل ما قلنا انتشار الجهل وضعف غياب التوعية كذلك، وغياب القانون المفروض يحافظ على الإنسان ويحميه، مو يطبق عليه فقط العقوبات مثل ما هو معمول به بالعراق. وهذا الشيء يجر الإنسان، بعض الفقراء في العراق، بعض من عجزوا عن إيجاد حل لمشاكلهم الاقتصادية، إلى سلوك طرق الجريمة طبعا. وهذا الشيء يقود إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية بالعراق والأسرية، لأنه بالنهاية لما يتحول فرد من أسرة معينة إلى مجرم، بغض النظر عن توصيف المجرم شنو طبيعة الإجرام اللي يتبعه، لكن سينعكس على الأسرة وستتفتت وتتشتت هذه الأسرة بطبيعة الحال. فأكو مشكلة كبيرة احنا بالعراق، خاصة في ظل اعتراف وزارة الداخلية بوجود 50% من شباب العراق مدمنين على المخدرات. هاي طبعا تصريح كارثي. هناك أيضا تقارير دولية تأكد وجود واحد من كل 3 عناصر أمنيين مدمن على المخدرات، واحد من كل 3 عناصر داخل الأجهزة الحكومية هو أيضا يتعاطى المخدرات ومدمن عليها، وهي أيضا عوائل وهذه أسر. فما بالكم بشخص ليس فقط مواطن عادي، بشخص صاحب سلطة وصاحب قرار أو صاحب سلاح مفوض به أنه يستخدمه من الدولة. شوفوا إيش ممكن يسوي إذا كان شذ عن الطريق الصحيح واستغل وظيفته ورتبته لأغراض سيئة. أكو مشاكل هواي راح نطرح بالتفاصيل الأسباب اللي أوصلت المجتمع العراقي، راح نتناقش طبعا بها ويا حضرتكم
الأسباب اللي أوصلت المجتمع العراقي إلى هذه المرحلة السيئة جدا من اختلال المنظومة القيمية والأخلاقية في داخل العراق؟ خلونا نسمع السيد أبو سمية من الأنبار ورأيه بهذا الموضوع. أبو سمية حياك الله، يعني نريد نعرف الأسباب اللي أوصلت المجتمع العراقي إلى هاي المرحلة بحيث ضعفت المفاهيم المتعلقة بالخير، القيم اختلت، المعايير المتبعة من قبل الأسرة العراقية والدولة العراقية قبل 2003 بعادات وتقاليد وأخلاقيات معينة يعني بدأت تندثر مع مرور الزمن بعد 2003. شنو الأسباب اللي قادت إلى تحول المجتمع العراقي من مجتمع محافظ ينبذ هذه السلبيات إلى اليوم يعني نخرته بشكل سيء للغاية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الكريم، قبل كل شيء أن عام 2003 هو عام السقوط فعلا. أراد الاحتلال وأذنابه إسقاط كل قيمة أخلاقية موجودة في هذا البلد. مسألة كثرة الجريمة وكثرة الحوادث التي نراها داخل العوائل لها أسباب كثيرة. من هذه الأسباب هو انتشار المخدرات التي انتشرت بفعل جهات متنفذة معروفة وبعضها قد ثبتت أدلة أنه عنده مزارع في بعض المدن التي تحتلها هذه الجهات المتنفذة. سيد الكريم، هذه الحكومة تحاول في هذا المجتمع أن تعطي كل منصب للحثالات، للناس الفاسدين، للناس الفاسقين، الفجار. أما الدعاة والذين يريدون أن يصلحوا المجتمع فإنهم محاربون. على سبيل المثال يا سيد الكريم، الأئمة والخطباء لهم دور الإصلاح. لكن الأئمة والخطباء الكل يعلم أنهم محاربون ومراقبون. وكل إمام وخطيب في خطبته ومحاضرته يزن كلامه بالمثاقيل، لأنه إن زل بشيء سيدخل في تهم كثيرة. طيب أنا كلام سليم، أريد أقاطعك بهاي الجزئية لأن هاي الجزئية مهمة. الأحزاب اللي جت بعد 2003 أحزاب صبغت نفسها بصبغة الإسلامية، تقول إحنا أحزاب إسلامية تأسست على هذا الأساس، المجلس الأعلى ودولة القانون، يعني حزب الدعوة العفو، وهاي الأحزاب اللي تقول إحنا أحزاب إسلامية، تمام؟ طيب، وده نشوف أكو منابر هواية يصعدوها معممين، المفروض يوعون العالم، المفروض يحافظون على الإنسان، يثقفوه، يحاولون يقوون بالدين على حساب الشيطان والنفس البشرية الأمارة بالسوء، لكن إحنا ده نشوف العكس، ده تكثر الأحزاب الإسلامية وده تكثر المنابر اللي يصعدوها هذول المعممين، في المقابل ده تكثر الجريمة والمفاسد. يعني شون الربط بالموضوع؟ شون نقدر نفهم هاي الجزئية أنه تكثر القنوات الدينية الموجودة والمنابر اللي يصعدوها والمناسبات الدينية التوعوية المفروض، لكن بالمقابل عندنا كوارث اجتماعية ده تصير؟ السيد الكريم، الذي دمر العراق بشكل رئيسي هي الأحزاب الإسلامية، لأنها سمت نفسها الأحزاب الإسلامية، لكن الإسلام بعيد عنها. هنا الكارثة، تصبغ نفسها بصبغة الدين لكنها بعيدة ومنافقة وفي الخفاء تعمل الكوارث. والمجال لا يسمح أن نذكر بعض الفضائح التي وقعت فيها الأحزاب الإسلامية، وكيف أن الأحزاب الإسلامية هي تدعم الإفساد والفاحشة داخل البلد. لكن المقام لا يسمح بأن نذكر بعض الأمور. لا يعني خلينا نذكر شيء بسيط. صالات القمار والملاهي الليلية والأماكن التي تمارس فيها الفواحش في داخل بغداد، في العاصمة بغداد، يعني طلع النائب فائق الشيخ علي النائب السابق قال بأنه هاي الصالات يعني المواخير وما إلى ذلك تشرف عليها أحزاب إسلامية تحميها وتأخذ عمولة في داخل بغداد. نعم سيد الكريم، هذه واحدة من الكوارث التي وقعت فيها الأحزاب الإسلامية. نعم، هذا الأمر موجود وثبتت أدلة أن أحزاباً إسلامية
تدير أماكن الفساد في بغداد وفي غيرها. نعم. ولو أنها تسمت بأسماء مدنية أو علمانية لكان أخف ضررا، لكن الكارثة أنها تتسمى بأسماء إسلامية، وهنا الكارثة التي دمرت المجتمع وجلبت سمعة سيئة للإسلام. نعم. والإسلام بريء منها، فعلى على المجتمع العراقي أن يعرف أن الأحزاب الإسلامية في العراق في وادي والإسلام في واد آخر. وشكراً للبرنامج. شكراً جزيلاً سيد أبو سمية من الأنبار. خلونا نسمع رأي السيد أبو أحمد من بريطانيا. سيد أبو أحمد، اليوم وصلنا إلى مرحلة من بشاعة الجرائم اللي دا نسمع عنها والقصص المقززة اللي دا تجي بين فترة وأخرى تنتشر في القنوات الفضائية ومواقع التواصل، يعني حقيقة تعكس مستوى الإجرام اللي وصلتها بعض النفوس العراقية لدى أفراد موجودين في هذا المجتمع. أب يبيع بنته، أم تقتل أطفالها، يعني أب يقتل بنته لأنه شاكك بسلوكها وأخلاقها بطريقة، يعني حقيقة وصلوا مرحلة من السادية ومن الإجرام إلى يعني مرحلة المرض يمكن. فإحنا نريد نسأل عن الأسباب اللي أوصلت المجتمع العراقي، المجتمع المحافظ اللي يعني معروف عن التدين، معروف عن المحافظة، الأخلاقيات العشائرية، الوازع الديني دائما موجود عنده، شلون تحول بهذه الطريقة؟ مو كله طبعا، احنا نتكلم عن جزء، لكن أيضا هو جزء ليس بقليل موجود في المجتمع، وصلوا إلى هاي المرحلة من الإجرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تسمعني سيد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مشتاقينكم والله. الله يسلمك، حياك الله. أستاذ محمد، أستاذ محمد، هم بال 2003 جوي بكذبة كبيرة جدا. نعم. شنو هي الكذبة الكبيرة جدا اللي جوي بيها؟ العراقيين عبرت عليهم كلهم أنه محمد باقر الصدر هو راعي وأب لحزب الدعوة. لو العراقيين يتابعون لقاءات الدكتور العزيز دكتور حميد مع محمد رضا النعماني السكرتير او المرافق الشخصي للسيد محمد باقر الصدر، من سنه ال 74 السيد محمد باقر الصدر بريء من حزب الدعوه. لانه خيروه بين ان يكون رجل دين او رجل سياسه، ولا يجتمع رجل الدين مع رجل السياسه في منصب واحد، فاختار ان يكون رجل دين وتخلى عنه. هم جاوا بكذبه انه احنا ابناء محمد باقر الصدر، فأول يجيك بكذبة، هذا ايش تتأمل به؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، ضحكة على عواطف الناس. يعني هسه انت لو تباوع، اكو اسرار هواية يعني عندي اخاف، يعني حقيقة اخاف ليهدرون دمي. يعني انا ما يدري اروح العراق في يوم من الايام، اخاف ليهدرون دمي. انا اعرف اسرار خطيرة جدا من جهة العراق. يعني تدري انت منطقة محيط كربلاء، يسموها منطقة المحيط في كربلاء، بيها فنادق وبيها محلات هذه خاصة لهم. أنا ما أسميهم أحزاب إسلامية لأن ما لهم علاقة بالإسلام نهائيا. هي أحزاب سياسية حالها أي حزب آخر. حاجها هو اسمه حزب الدعوة، أنا أسميه حزب الدعوة العربي الاشتراكي. طيب بس أريد أسألك، ماشي راح أخليك تكمل، بس أريد أسألك شنو الربط بين ما تفضلت به على تصرفات المواطن العراقي أو بعض العراقيين وارتكابهم لهذه الجرائم؟ مطلعوا ذولا كذابين. انت اذا كان رب البيت بالدفي ناقرا، فشي ما اهل البيت كلهم الرقصوا. هو اذا تيجيك واحد يقول لك انا اسلامي وطلع لا اسلامي ولا حاجه، يجيك معمم يقول لك انا اتبع نهج الامام علي والإمام. يعني انت يعني سيد ابو احمد، انت حضرتك تحمل الاحزاب اللي اجت بعد 2003 مسؤوليه ما يتعرض الى المجتمع العراقي اليوم، ما وصل نعم اليه نعم ما وصل نعم اليه نعم نعم نعم. هم رجال الدين، لانه هاي الشباب كانت تعتبر رجال الدين، هم القدوه الحسنه بالمجتمع. مشافتهم ناس كذابين يسعد لي بسياره دكساره وقد حمايه ويحكي بزهد علي بن ابي طالب. انت تدري نسبه الالحاد بالعراق ايش قد واصل نسبه؟ انت ما تدري استاذ محمد العديد. تدري ليش؟ لان دول الشباب ما محصنين. شافوا دول اللي يحكون بالاسلام هم أسوأ من أسوأ واحد. إضافة لذلك نشوف انتشار البارات وانتشار محلات المساج ومحلات القمار بشكل علني والمخدرات والراعي. اي طبعا المخدرات هاي السؤال فيها. طيب انا اريد اسال هنا، يعني اكو ناس انا ما كملت لك موضوع، اكبد موضوع مهم جدا. لا لا لا، انا جايك ابو احمد، انا اريد اخذ وقت وياك. اكو ناس يحملون رب البيت، ابو الاسره او الام والاب، يحملوهم مسؤوليه اللي دا توصل اليه
فئة الشباب في العراق إلى هذه المرحلة. بس أريد أسأل أنه إذا استطاعت العائلة، استطاع الأب والأم الحفاظ على أبنائهم بتربية صحيحة داخل البيت، هل راح ينجو الابن أو البنت من الأسرة الكبيرة، من البلد، من المدرسة، من الشارع؟ شلون ممكن ينجون وهم يعيشون في هذه الفوضى؟ لا صعبة جدا، صعبة استاذ محمد التقيسها. يعني انت شلون انت تخليه بحيز بمكان مغلق بس بالنسبة لك ما راح يطلع للوظيفة، ما راح يطلع للشارع، ما راح يطلع يختلط مع ناس اخرين. هسه هي البيئات كلها الان فاسدة. تدري انا ما كملت لك مال محيط كربلاء. محيط كربلاء بها فنادق وبها بيوت يملكها كبار ما يسمى بهذه الاحزاب السياسية، يعني ما اسميها اسلامية لانهم يعني الاسلام بريء منكم. الاسلام اسلام اسلام, إسلام. محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وأهل البيت هم دول جو يدقوا على وتر. هذا الوتر للأسف هذا الوتر استفادوا من عنده، وإلا أنت من تجي تقرأ التاريخ، التاريخ الصحابة أخو وابن أخت ونسيب، يعني من المتباوعة على عمر بن الخطاب متزوج بنت الإمام علي، الإمام علي ماخذ بش اسمه. فهذا الكلام احنا بعد ما يعبر علينا انه القانون المدني. هسا احنا اذا نجي نتكلم عن العشائر بالعراق يعني راح نفتح لها حلقة كاملة، وراح نتكلم عن الكوارث والبلاوي اللي موجودة في كثير من عشائر العراق بعد 2003. العشائر الصالحة اللي بعدها تحافظ على قيمها همشوها وعزلوها. لكن أنا أريد أسأل على القانون اللي المفروض يطبق كرادع لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة من هذه الأنواع من الجرائم البشعة. يعني مدى نشوفكو قانون عادل يطبق على الجميع بلا استثناء؟ إذا اليوم طبق على أحد فممكن هو بأي لحظة يطلع إذا كان مسنود أو ينتمي إلى عشيرة قوية، أو ممكن حتى بالفلوس يطلع. سادة محمد العزيز ذولا تدري ذولا أسسوا أساس من الباطل. يعني تدري قبل فترة شفت لقاء لأحد الفاسدين من أدهم اسمه محمد باقر، اسمه محمد شو اسمه هذا باقر الزبيدي. قال الولاية الثانية لنور المالكي هي اللي دمرت البلد تدمير حقيقي. أطلقت العنان للشرقة والفساد والبوق. يعني أنت من تجي تباوع محيط مدينة كربلاء اللي هو محيط العباس والحسين عليهم السلام تمارس به أرض الأنواع الممارسات، واللي يقود هاي الشغلة واللي يتحكم في هاي الشغلة من كبار ما يسمى بأعتاب. فأنت شبقة تبقى الأم تقدر تربي، يبقى الأب يقدر يربي، ما حد يقدر يربي في الحالة لأنه البيئة كلها أصبحت بيئة فاسدة. من تجي البغداد يعني تتباوع الآن الكافيهات البغداد بنية لابسة آخر موديل بالضبط، عبالك استغفر الله أعوذ بالله أنه لسنا منهم. داخل واحد الملهى لو داخل واحد الشسمة. يعني وين لعد وينكم؟ وين الشعارات الإسلامية اللي جيتوا بيها؟ واللي يا لفارات الحسين هاي كلها كذب ضحكت على الآن بيها. صحيح. فذولا ما تقوم لهم قائمة إلا بالقلع إن شاء الله. أستاذ محمد أشكرك العمي. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا. كيف لبلد تحكم أحزاب إسلامية وبمحافظة بها مركز المرجعية اللي تمشي مجموعة أو جزء من الشعب العراقي اللي يعني صفتها الدينية والدين أخلاق، وإحنا بالمقابل مدى نشوف أي شيء من هذه المناهج المفروض اللي تطبق سواء كانت في المنازل، في الشوارع، في مؤسسات الدولة؟ ماذا نشوف هذا النهج يعني عكسه للأسف صورة سيئة جدا عن الدين، لدرجة أوصلوا شباب العراق والمتظاهرين العراقيين أنه يطلعون تصدح أصواتهم بشعار باسم الدين باقونا الحرامية. المفروض إحنا بالعكس، المفروض هي تكون التوعية في البيت والمدرسة والمسجد، توعية في كل مكان يذهب إليه الشاب الطفل من منذ الصغر، ينشأ على هذه التوعية وعلى الأخلاق الحميدة وعلى القيم والمبادئ العراقية المعروفة، ينشأ يصبح رجل غرست فيه هاي القيم والمبادئ، خلاص ما تخاف عليه بعد. لكن احنا عندنا أجيال من 2003 إلى اليوم، يعني اللي ولد ب 2003 اليوم عمره 24 سنة، على شنو نشأ؟ على أي مبادئ؟ على أي أخلاقيات؟ على الفساد الموجود في دوائر الدولة، على الميليشيات اللي أخذ حقك بذراعك، على مبدأ عندك عشيرة قوية سندك ارتكب جريمة ومخالفة لا تخاف العشيرة تجيب لك حقك، على شنو؟
على مبدأ أنتمي إلى الأجهزة الأمنية حتى أسوق على العالم، حتى يشدوا لي رتبة وأقعد أطلع عضلاتي وأعكس المفروض بدل ما أحمي الناس أتسلط على رقابهم؟ بشنو؟ على المخدرات المنتشرة في كل مكان؟ شلون يحافظ المواطن العراقي على بيته وعلى أسرته وعلى أطفاله في بلد يقولون علي اليوم هم اللي بداخل العملية السياسية شريعة الغاب هي اللي دا تحكم في هذا البلد؟ فشلون شريعة الغاب اللي دا تحكم في العراق ما راح تنعكس على سلوك الأب والأم وعلى الأطفال في المقابل؟ عندنا السيد أحمد من تركيا، تفضل أحمد. فقدنا الاتصال. ويانا أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، هذا الشغل اللي يصير هي هاي المخدرات تطلق من إيران وغير إيران، هي تيجي دمر الشعب العراقي. يعني إذا أكو شعب غيور وأكو شعب أبو شيمة وغيره، هو تلقي الشعب العراقي. نعم. هاي الدول الخارجية هذا الشيء ما يرحمها ما يفيدها. هذا الشيء ما يفيدها. نعم. هي تيجي تدمر. شوف جابة المخدرات، مع احتراماتي للعراقيين ومع احتراماتي اللي يسمعون، صار زنا بالمحارم، صار تحرش، صار هاي كلها تيجيها أمريكا وتيجيها إيران في سبيل ما تخلي قيم للشعب العراقي. ومن يقول لك هو هذا الشعب الجاهل، الشعب وهو الشعب أبو الحضارات، والحضارات طلعت من بلاد الراشدين. صحيح الشعب أبو الحضارات، لكن المفروض الدول اللي تريد تنمو وتتطور تربط الماضي بالحاضر، الماضي تستفيد منه يكون لها عبرة حتى تبني على أساسه. احنا ما صاركوا ربط، صاركوا شرخ بعد 2003. اللي جوي بعد 2003 فصلوا المواطن العراقي عن القيم والأخلاق والمبادئ اللي نشأت عليها أجيال قبل 2003 على مدى مئات السنين، تمام؟ لكن احنا اليوم في بلد المفروض تحكمها مثل ما قلنا، تحكم العشيرة وتحكم الأحزاب اللي تقول على نفسها إسلامية، وإحنا كنا أصحاب مبادئ يقولون، وإحنا لحماية الأعراض، وإحنا للحفاظ على القيم والمبادئ، وينها؟ وإحنا عندنا اليوم يعني أمور يعني يقشعر لها البدن صراحة. يعني شنو معناها أنه أبي يبيع بنته؟ يعني هاي القصة يعني قبل يومين صارت، هذا الحدث، أب بايع بنته والثاني كاتل بنته، وابن يقتل أمه، وأم ترمي أطفالها من الجسر بالنهر، وغيرها من قصص، واغتصاب أطفال، ويعني أمور يعني تعكس طبيعة مجرمة جدا للنفس الموجودة عند صاحبها. يعني صراحة اللي موجودين اليوم بالعراق هاي النماذج، مين اجتهم هالأفكار؟ أستاذ العزيز، اجتهم الأفكار من برا. هاي أكو ناس حتى تدفعهم على هذا الشيء. يعني أنت من عياخذ هاي المخدرات، هاي سموم البيضاء، هاي سموم البيضاء، خليه يمشي بلاي واعي يا أستاذ العزيز. نعم. يعني هسه هو صاحي على هذا الوضع، على هذا الوضع وعلى هذا الغلاء، قام يمشي هو والسكران سوا، مع احتراماتي ما أخو. نعم. للناس الطيبة. زين عجب. إذا ياخذ هو، خلينا نقول مثلث، ما حد كل شيء، عائلته ما يقدر، يعني من يبيع بنته، وشلون باع بنته هذا؟ نعم. باعها غير من العود. بالضبط. الفقر والحاجة اللي أوصلوا إليها الشعب العراقي حتى يدفعوه بهذا الاتجاه. احنا بلد بيه المليارات، الخزائن اللي الاموال اللي دخلت الى الخزائن العراقيه بعد 2003 قادر على هدم هذا البلد واعاده بنائه بطراز حديث. وينها؟ لماذا لم تسخر في سبيل خدمه الناس حتى يقل معدل الجريمه بناء على انخفاض معدل الفقر والبطاله؟ استاذ العزيز، انت بتقول الميزانيات الانفجاريه، وين عفويه الميزانيات؟ هو احد شايفه، انت هسه تعال شوف الضريبه بها وارد يدوخ، المرور صحيح. غير المرور، يعني من تجي تقيسه هاي الجبايه مال الدوائر، دوائر الكهرباء، يعني نعم. شنو بيت والله نعم. تطلع عليه مليون ونص صحيح. يعني عداد يطلع عليه مليون ونص، 3 مليون 4 مليون، ما في شيء. وتعال ادفع يا رب، قل له عمي القراءه مالتك غلط، يقول لك لا زين نعم. هاي وين عطوا هاي الجبايه؟ نعم، يعني جبايه هاي مقبول، يجبرون العالم انه تتخذ الطريق الخطا. نعم صحيح.
صحيح. اشكرك ابو يعني علي، اشكرك ابو عبد الله، العفو، شكرا جزيلا، اعتذر منك لان الوقت يداهمنا. خلونا نسمع راي السيد ابو علي من واسط. تفضل يا ابو علي، حياك الله. ايش دا يصير بالعراق يا ابو علي؟ جرائم اجتماعيه مخيفه دا تصير اليوم في المجتمع، والحكومه ساكته عن اللي دا يصير، القضاء ساكت، القانون غائب، التوعيه معدومه، وتبرز الجرائم وتبرز المفاسد على حساب المعالجات. السلام عليكم اخي الكريم. السلام ورحمه الله. مساء الخير لحضرتكم ومساء الخير لجمهور الرافدين. حياك الله. خلينا شويه اخي الكريم نصير واضحين جدا، يعني هذا المجتمع اللي يمر به العراق الان أسوأ وقت مر على المجتمع العراقي منذ تاسيس الدوله العراقيه ومنذ وجود الانسان على حدود العراق. انا اعتذر مع الاخ يعني يقول هذه جتنا من برا، ما اعتقد انه اكو واحد جانا من برا وقال اذبح ابنك ولا ارمي ابنك من الجسر ولا وحتى هذا دافعه مو الفقر سيد الكريم. يعني العراق بالتسعينات اعتقد يعني عاش فقر، خاصه بعد 93 لحد ال 95 وصلت الناس يعني بيت بدون بيبان بدون شبابيك، لكن ما انتهت هذه الامور. السبب احنا مو نمدح بالنظام السابق، لكن اكو دولة مؤسسات كانت اكو حماية اجتماعية. يعني اليوم اللي رجل المرور من يخالف له واحد ويجره ويسحله بالشارع ولا يدعمه، هل اكو واحد جانا من برا وقال دعموا رجل المرور؟ لا، قلت هيبة رجل المرور بسبب عدم وجود دولة في هذا البلد. لان اليوم انتشار السلاح ومتى ما انتشر السلاح غاب القانون بهذا البلد. متى ما غاب القانون صارت اكو شريعه الغاب. اليوم المخدرات اللي الدوله تتاجر بالمخدرات، يعني خليني اقول صراحه ليش؟ لان الاحزاب اللي تتاجر بالمخدرات هي تحكم البلد اليوم من ضمن مؤسسات البلد، فلذلك انتشار هذه المخدرات بالبلد. وهذا طبعا يساعد الحكومه على وجودها، لان بغياب الوعي راح يغيب المواطن عن المشهد الموجود. طيب انا اريد اسال سيد ابو علي، شلون العائلة راح تحافظ على ابنها وهو دا يشوف بعينه الميليشيات تجوب في شوارع العراق وتطلق الرصاص وقت ما شاءت وكيف ما شاءت على أي شخص تريد؟ شلون راح يحافظ الأب على ابنه من الأفكار الدموية اللي دا يشوفها يومية، الاشتباكات، المناوشات، النزاعات العشائرية، يعني مشاهد دموية أحيانا يشهدها في الشارع في وضح النهار، قتل واغتيالات وتصفيات جسدية. شلون ممكن يحافظ على ابنه أو أخلاق ابنه من أن يكون فاسد لما دا يشوف في دوائر الدولة الموظف مرتشي، المعمم يحط بالعمامة مخدرات، بغداد صارت بيها صالات القمار والملاهي الليلية وأماكن بيع الخمور يعني عادي في الأماكن المفتوحة، وماكو اي احترام وماكو اي يعني احترام لبغداد ولا للمساجد الموجوده بها ولا للاسلام ولا غيره. شلون ممكن يحافظ على ابنه؟ والله سيد الكريم يعني هذا اعتقد هذا مجهود كبير كان يفرض اليوم على الاب وعلى الام اساسا، يعني لان اليوم الاب مو بس يربي، لازم يربي ويراقب ويعدل وينقد ويقعد ويسولف. لان اليوم يعني تخيل متى مر على العراق هذا وضع انه واحد يخطب بنت وما ينطونها، يروح يجيب قنابل يدويه ويرميها على بيت البنت. يعني شنو اكو شيء بالقوه اليوم؟ ولا هذا اللي شوه، هذا اللي شوه هاي البنيه اللي راح يخطبها ورفضوه. بالضبط، يعني هل هذا مجتمع مسالم؟ ترى احنا يعني ما نزعل من نقول واحد يقول المجتمع العراقي مجتمع عنيف. شو السبب؟ السبب انه اليوم انت يعني احنا لو تتذكر بال 2003 وبعد ما صارت الحرب الطائفيه بالعراق، يعني كنا من يقول واحد يموت بالشارع الناس تستغرب. اليوم ماكو استغراب ان واحد يموت بالشارع. طيب هسه احنا شرحنا المشاكل وراح نتكلم بتفاصيل بعد شوي اكثر، لكن اريد اشوف منك راي كيف ممكن معالجه الخلل اللي اصاب المجتمع العراقي ومنظومته الاخلاقيه والقيميه. شوف انا بالحكومه هذه ماكو معالجه، لكن احنا نتكلم عن حكومه تاتي من صلب الشعب العراقي. لازم يصير إعادة تأهيل حجب المناظر الدموية اللي بالشارع عن الأطفال وعن الشبان. كذلك توعية المجتمع العراقي، إنشاء جمعيات أهلية أو جمعيات يعني مجتمعية داخل المناطق
توعي الاب وتوعي الام وتوعي المراهق، ويصير هناك دورات مجانيه تعطى داخل المدارس وداخل الجامعات، لكن تطلع من هذه الحكومه الموجوده حاليا. المساجد الحسينيات الموجوده دورها وين؟ واحنا دنشوف في هذه القنوات اللي ترعاها هاي الاحزاب وتمولها جيوش من الناس اللي يجلسون يستمعون الى احد المعممين يتكلم بقصص من الخيال وقصص غير واقعيه، وحتى وان كانت واقعيه وحقيقيه وموجوده، لكن هو مدى ينصح، مدى يرشد العالم الى اتباع الطريق الصحيح، لانه هو المعمم يطلع، بعضهم يطلعون يقولون للعالم ارضى بالفاسد احسن ما يجيك غيره. يعني ذولا اللي سمح لهم باعتلاء المنابر، مو المفروض هو يحاسب اكثر مما هم يحاسبون على ما نطقت به افواههم؟ هو هذا المفروض. اليوم احنا اهم شيء، اهم نقطة بالمجتمع، خاصة المجتمع العراقي، المجتمع اللي كان يعتبر محافظ. نعم. اليوم المساجد والحسينيات، يعني بدل لا تطلع انت كمعمم تقول لي عن قصة الحسين اللي صارت، انت ربي المجتمع اللي قاعد قدامك، خليه يعرف شنو يسوي. كذلك خطيب الجمعة، يعني اخطب انه قول اليوم انت اذا ما حاربت الفساد انت كشخص وما انكرته، ما راح تحصل فرصة عمل، وما راح تحصل فرصة نجاة. احنا المنابر والحسينيات اليوم هي جزء من مكون الشعب. طيب. لكن للأسف ضابت بسبب المال الفاسد. يعني شكرا جزيلا سيد ابو علي من واسط، اشكر حضرتك. راح نروح بس نشوف هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، من الأسباب اللي قادت المجتمع العراقي إلى وصوله إلى هاي المرحلة من الناحية الاجتماعية، الفقر اللي طرحوه أكثر من أخ من المتصلين، مشكلة الفقر وهاي الأزمة اللي تفاقم من معاناة الأسرة العراقية وتقودها إلى اتخاذ أساليب أو اتباع طرق يعني لا تمت للأخلاق بصلة، ولا للدين بصلة، ولا للقانون بصلة كذلك. هذا الفقر والعوز بالعراق والحاجة اللي تواجه ويعاني منها الكثير من أبناء الشعب العراقي قادت إلى نزول الأطفال. الأطفال نزلوا إلى الشوارع بحثا عن عمل، ويعني تعرفون طفل ينزل إلى الشارع يبتعد عن البيت، يبتعد عن التربية الصحيحة، يبتعد عن الأم والأب اللي المفروض يغرسون فيه القيم والأخلاقيات الحميدة. نزل إلى الشارع في بلد كالعراق، شو ممكن يتعلم؟ شو ممكن يصير؟ شو ممكن يطلع لما يكبر؟ خلونا نشوف هذا التقرير عن عمالة الأطفال ونرجع نكمل. ترتفع معدلات الفقر في العراق، فتتصاعد معها نسب التسرب من التعليم وكذلك عمالة الأطفال. تقارير حقوقية حديثة تؤكد أن أكثر من مليون طفل عراقي في سن الدراسة يعملون لمساعدة عائلاتهم التي تعاني نتيجة الفقر واستمرار النزوح القسري الناجمين عن تفشي الفساد وسيطرة المحاصصة الطائفية على المشهدين السياسي والاقتصادي في البلاد. وبحسب مصادر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن نحو 30% من الأسر العراقية لديها أطفال يعملون في مجالات مختلفة لقاء أجر يومي، الأمر الذي يشير إلى انخراطهم في وظائف مؤقتة ومنخفضة الأجر، بالإضافة إلى انخراطهم في الخدمة المنزلية وأعمال البناء. ويشير ناشطون حقوقيون في العراق إلى أن الأطفال المتسربين من التعليم يتورطون كذلك في أنشطة غير قانونية مثل السرقة والتسول وبيع المخدرات، بل إن بعض هؤلاء الأطفال يتعرضون للخطف على أيدي العصابات الإجرامية التي تستغلهم في جرائم الاتجار بالبشر، في حين يؤكد الناشطون أن كثيراً من تلك العصابات الإجرامية تتلقى دعماً من أحزاب وميليشيات وجهات متنفذة في الدولة. مصادر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق تؤكد أن الفشل الحكومي في توفير حياة كريمة للمواطنين وخدمات أساسية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وكذلك الفساد المتفشي في مفاصل الدولة والذي نهبت مقدرات البلاد من خلاله، وتغول الميليشيات بنفوذها لتسيطر على السياسة والأمن والاقتصاد في البلاد، كل ذلك يجبر عائلات كثيرة على دفع أطفالها نحو سوق العمل،
في ظل غياب التشريعات والقوانين والسياسات الخاصة بحماية الأطفال وعدم تطبيق المتوفر من تلك القوانين من حماية أطفال العراق الذين يمثلون مستقبل الوطن وحلومه في التقدم والتنمية. طبعا عندنا مشكلة ثانية موجودة في العراق مشاهدينا وتعكس الخلل اللي أصاب الأسر العراقية، هي ارتفاع معدلات الطلاق بشكل مخيف في العراق. وصل إلى مرحلة أنه شهد العراق بتسجيل المحاكم في داخل العراق في شهر واحد أكثر من 7000 حالة طلاق، في شهر واحد أكثر من 7000 حالة طلاق شهدتها المحاكم العراقية يعني بعام 2022 و2024. طبعا هاي الأرقام تعكس أيضا الخلل اللي أصاب الأسر العراقية أو بعض الأسر العراقية لمرحلة أوصلتها إلى هذه السرعة، من إلى أوصلت الزوج والزوجة إلى تقبل فكرة تشتيت الأسرة بهذه البساطة والسهولة. يعني بكل بساطة يتخلى عن الزوجة والزوجة تتخلى عن الزوج، والأطفال اللي يكونون بيناتهم هم الضحية. طبعا تشتت أسري، تفكك أسري، والنتيجة وطبعا الزواج المبكر، هاي الكارثة الموجودة أيضا في العراق بالأعراف البالية اللي موجودة اليوم في هذا البلد، قادت إلى وصول هذا المعدل، معدل الطلاق إلى هذا المستوى المرعب حقيقة. وطبعا أكو أسباب كثيرة قادت إلى ارتفاع معدلات الطلاق في العراق، بس خلونا نسمع رأي السيد أبو عمر بخصوص موضوع حلقتنا الرئيسي، ألا وهو المشاكل الأسرية اللي دا يشهدها المجتمع العراقي والجرائم اللي دا تنتج عن هذه المشاكل الأسرية. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، تحياتي قناتكم العظيمة وتحياتي السادة المشاهدين الكرام الأعزاء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. إحنا نعرف إحنا العراقيين قبل 2003 كانت عندنا أمور غير عن هاي الأمور اللي هسه من 2003 ولحد الآن. هاليوم أساس 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 البناء وأساس المجتمع اللي بكل العالم، واللي العراقيين هم كانوا أساس الحضارة، أساس الأخلاق، أساس التقدم، العشائر كلها كانت تعتمد على البناء الأسري، والأساس هو التدريس والمراحل الابتدائية، هي اللي تخلي الإنسان يعني يتعلم من أساسه من مرحلة الابتدائية لحد المتوسطة والإعدادية والكلية. هذا الأساس من نطب المدرسة، نشوف الأساتذة، يعني كنا في ذاك الوقت كان أكو احترام بين المدرس وبين الطالب، يعني من كان الطالب من يطلع يعني خارج المدرسة من يشوف الأستاذ مالته جاي من مسافة ينهزم يخاف من عده. ليش؟ لأنه كان أهلي يعلمون عن الاحترام، يعلمون عن الخوف، يعلمون عن اليوم الطالب واجب. اليوم أكو طلبة بالعراق يعتدون على المدرسين والمعلمين، يضربوهم، يهددوهم بالعشيرة، تجي العشيرة تفزع للطالب المخطئ وتضرب المعلم أيضا. لوين وصلنا يا أبو عمر؟ نعم أستاذ جاي بالكلام. هاي الحالة أستاذ ليش؟ مع احتراماتي الأوائل أكو عندهم كثير ناس سلطة أحزاب وعندهم قيادات وعندهم قوة، فأطفالهم من يتعرضون من أي شخص كان يعني يحاولون يروحون يهددون عليه ويتهجمونه. طيب إذا كان بالصف من يشوفه يعني الأب الطالب من يعتدي على المدرس، والطالب يعني نفسه أيضا هم نفس الحالة يعتدي على المدرس، فيعني من يلاحظون باقية الطلاب وباقية المدرسين يخافون على حياتهم، الطالب عندنا هنا راح يصير مرحلة الفساد، والفساد اللي هو بسبب هاي بعض العوائل اللي قاعد نشوفها، تجاوزاتهم على المدرسين، من يطلع الطالب ويمشي بالشارع يشوف يعني الاحترامي يعني قبل ما كان. طيب حتى بس لنظل يعني مركزين بهالجزئية. أريد أسألك يا أبو عمر، عندنا تزايد بمعدلات الانتحار بالعراق بشكل أيضا مخيف. الأسباب اللي دا تقود الأسرة العراقية اليوم إلى يعني كثيرة من الأسر العراقية إلى اختلال القيم عندها وضعف المفاهيم والمبادئ والأخلاقيات الدينية، أولا الدينية اللي المفروض تحرم على الإنسان أن يتبع هذا الطريق وهذا السلوك، والمجتمعية اللي المفروض أيضا تحافظ على المجتمع وعلى الأسرة بشكل عام. مدى نشوف هذه القيم والمبادئ مطبقة، وبالتالي دا نشوف
اكو ارتفاع بمعدلات الجريمة داخل الأسرة، اكو ارتفاع بمعدلات الانتحار بين صفوف أبناء البلد، ليش يا أبو عمر؟ أستاذ هذا سببه كل اليأس، اليأس يعني منه الإنسان الله خلقه من أجل أن يكون يخدم، من أجل أن يكون إنسان يعني يخدم شعبه وناسه وأهله، فنشوف أكثر من 20 سنة أكو عوائل عندنا يعني تعبت على أولادها وحصلت على شهايد، للأسف يعني المواطن ما يلاقي شيء انه يتقدم الى او يوصله او يعتمد على انه يكون هو انسان. فللاسف يعني بسبب البطاله، بسبب الفقر، بسبب العوز، يعني دا ينتحر، لازم ان يريد يكون اسره، لازم ان يشوف حياته يعني برفاهيته، ابوه اذا كان ضابط، اذا كان دكتور، واذا كان استاذ جامعي، فيعني يحاول ان يكون مثل ابوه او والدته. فللاسف صار عندنا اليأس، يعني قام الانتحار صار أبسط ما يكون، لأنه أكثر من 20 سنة وعندنا ناسنا إذا تخرجون يطلبون يعطون شهادات عليا، فكيف أنه أشكر... ناس ما وصلت للمدرسة وما أشكرك سيد أبو عمر، ما وصلت للمدرسة. شكرا جزيلا، أعتذر منك لأن الوقت انتهى. شكرا أبو عمر من بغداد. مثل ما تفضل أبو عمر وغيره من الإخوة اللي شاركوا، الفقر والحاجة والعوز وغياب الوازع الديني وغياب المفهوم المفاهيم الأخلاقية والقيم المفروض تغرس في نفوس الأجيال اللي اجتي بعد 2003 عن طريق البيت، المدرسة، المسجد والعشيرة، باعتبار أنه احنا مجتمع قبلي، والدولة طبعا اللي هي فوق كل هؤلاء المفروض هي اللي تشرف على يعني تهذيب النفس والعقول الموجودة عند الأطفال وعند المجتمع بشكل عام، وتطبق القانون للوقاية وللحماية وللردع. لكن احنا هاي كلها غابت بعد 2003، وحضرت الجريمة والأفكار السوداوية، وحضر الفساد اللي دمر هذا البلد وأوصل العائلة العراقية إلى هذا المستوى للأسف الشديد. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.